هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد 1,2977 شخصا، فيما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 823,489 شخصا. هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية.